استعدادا للعرس الانتخابي نهاية ديسمبر القادم، وانطلاقا من الدور الأمني لإنجاح هذه العملية باعتباره شريكا أساسيا فيها، ناقش عميد بلدية مصراتة ومدير الأمن ومنسق عن البلدية في الدائرة الانتخابية الزاوية وعدد من الجهات المعنية التعاون المشترك والعمل الجماعي بين مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية وإمكانيات الأجهزة الأمنية في عملية تأمين الانتخابات القادمة. كما ناقش الاجتماع آلية تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني من خلال إتمام إجراءاتهم القانونية التي تمكنهم من عملهم داخل البلدية، وكذلك إجراءات المراقبين الدوليين والمحليين. فهذا الاجتماع كان بناء على مراسلة من وزارة الداخلية بشأن الوقوف على مدى الاستعدادات اللي يمكن توفيرها أو الاحتياجات المطلوبة لنجاح العملية الانتخابية المزمع إقامتها في 24 ديسمبر المقبل. فلهذا السبب رأينا أن ندعو كافة الجهات والأجهزة الأمنية المعنية بإنجاح هذا العرس للوقوف على مدى جاهزيتها والاطلاع على العراقيل التي قد تطرأ أثناء قيام حدود هذا العرس. كما دعا الحضور إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التوعوي الذي هو اختصاص أصيل للمفوضية وبدور مؤسسات المجتمع المدني في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. تناقشنا فيما يخص تأمين الانتخابات القادمة بإذن الله، هذه بداية خطوة العمل لينجاح العملية الانتخابية بإذن الله، اللي يراها الليبيين كل إن هي الأمل وطوق النجاة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات مشتركة بين مكتب الدائرة الانتخابية الزاوية وبين مديريات الأمن التي كان آخر اجتماعاتها مع مديرية أمن صرمان، بهدف التنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي وتأمينه وسط أجواء أمنية ممتازة.